البلد. سارة خازم بنت لبنانية قررت تساعد الأولاد يلي عم نلتقيهم كلنا بالشوارع اللبنانية لحتى يكونوا فنانين صغار، بدل ما هالولاد يضطروا يشحدوا، يضطروا لحتى يطلعوا مصاري يبيعوا ورد وغيره وغيره. سارة برمت بلدان كتيرة بمبادرة فردية لوحدة عملتها، تبنت هالأطفال الموجودين بالشارع وبطريقتها نقلتهم على أرض الأحلام، أرض عم يرسموا صورها بعدسات كاميراتهم الصغيرة. سارة أهلا وسهلا فيك بحكي جالس. لما عم شوف هيدي المشاهد أنا وياك، أول شيء عم بالمستأثرك كتير من أول ما فتي، حسيت أنه هيدا في أسباب شخصية، في شيء فعلا بيعني لك بالمشروع اللي أنت عملتيه. شو قصتك مع الكاميرا، مع Capturing Neverland؟ كل إنسان منا عنده experiences، تجارب خاصة فيه ممكن تأثر بعالم حواليه بس ما بننتبه له. وأنا 22 سنة حسيت أنه بقدر أعطي experience تبعي بالكاميرا لأولاد محتاجين، لهن أنه عادة كان دائما بتأثر فيه الموضوع. فقررت experience كيف أنا أثرت فيه الكاميرا أعطيهم للولاد، وقررت أول شيء بلش بمصر، بس أعطي كاميرا للولد. أنا هيدا مرقت فيه، أنا عمري 16 سنة، بس أخذ الولد يفتش على صور يصورها كمان أنا مرقت فيها، وقت أكون بالمعرض وشوف الولاد كيف بيكونوا كمان أنا هيقطعت فيها. فبعتقد يمكن الاكسبيرينس اللي أنا مرقت فيها. كيف يعني لما تقولي مرقت فيها؟ يعني بس أنا حدا عطاني كاميرا بعرف كيف أثرت فيي، فبشوف نفس الشيء عم بيكون مع الأولاد. بس هل مريتي بتجربة معينة انحرمتي من أشياء لحتى وصلتي لهون لا اليوم؟ مش هيك، بس يعني هن الإكستريم أكتر. أوكي. بس أوقات الشخص خاصة تينيجر بيكون ما عندك صوت، فالكاميرا كانت هي بس وسيلة لإلي لعبر عن فعلا. عن هالشيء. وبالولاد خاصة من هاي الفئة من الأولاد بيكونوا أكتر محرومين من يعبروا عن حالهم، فالكاميرا كانت هي الوسيلة. شفناك برمت كتير من دول العالم، وحتى في بعض الدول اللي عم شوفها حتى يعني نحنا أوقات من عد للعشرة قبل ما نروح عليها، يعني في صعوبات تانية غير إنك تلتقي مع الولاد وتعطيهم كاميرات. جنوب أفريقيا، الأمراض، لازم ينعمل فاكسان وغيره وغيره. شو التحديات كلها يلي واجهتيها لأنك برمت كتير من الدول؟ بعتقد يمكن لبنان كان اصعب شيء. اصعب من هون. ليه، شو الفرق يعني؟ هونيك اوكي بقى يمكن المشاكل مرضيه وغيره وغيره، ليش دغري قلتي لي لبنان اصعب لبنان من كل هالدول؟ لبنان كان اصعب لانها مثل ما قلت مبادره فرديه طبعا. كان دائما عم بيكون في تعاون من العالم اكثر من اول ما بلشت بلبنان. يعني انا بس عملته بمصر كنت جهزت له بشهرين بأمريكا، بس وقت عملته بلبنان قعد 7 أشهر لشخص آمن إنه بيكمل مبادرة. مين تعاون معك؟ في جهات رسمية بدول برا تعاونت معي؟ لا لا، كله كان شخصي. يعني قبل كان يكونوا أشخاص حوالي، أصحاب عالم تشوف شو بعمل ويتبرعوا. ويعني أول شيء بلبنان كانت ماديا كانت أصعب شيء لحدا يأمن بهيدا الشيء. يعني عم بفهم منك إنه الناس بلبنان يمكن من وراء تجربتك ما عندهم هيدي الثقافة إنه يتطوعوا، ما عندهم إنه يعملوا مبادرات فردية. يعني ما بعرف، ما حسوا بمشروعك يعني؟ لا، بلبنان العالم صارت تأمن بحس بالمبادرات الفردية أكتر لأنه في مصداقية أكتر من الجمعيات. لسوء الحظ الجمعيات أوقات معظم الوقت عم بيكون في، بس رغم هالشيء أنت واجهتي صعوبات وأنت فرد تنفيذها أصعب، بس في كتير عالم بتأمن فيها. يعني العالم بس يشوفوا كيف بتحكي أنت بشغف عن رسالتك ممكن يصدقوك ويتعاونوا معك أكتر من صيت الجمعيات اللي عم بيصير بلبنان. نعم. فكإيمان بالمبادرة الفردية عم بيكون أكتر تجاوب، بس كتنفيذ بيكون شوي أصعب. رح نشوف هلأ ريبورت، بدك أنت تخبرينا ولا منشوفه منجا عم نحكي عنه؟ لأنه بيعكس يمكن الأمل للولاد، العطش اللي عندهم إياه للاستقرار للحياة. يعني هودي الولاد أنت اليوم عطيتيهم شيء يتمسكوا فيه. هالصور اللي شفناها
بكل البلدان، هودي اولاد انت قعدتي معهم، حكيتي معهم، علمتيهم على الكاميرا، حبينا نحن ننزل عند اولاد منن جاهزين، يعني الاولاد يلي هن بلبنان يلي ما بيعرفوا اي شيء ومنن معلمين ومنن مدربين، لحتى تلتقي انت وياهم لنشوف اولا شو الرياكشن تبعهم، شو ردة فعلهم، ثانيا كيف رح يتعاطوا مع الكاميرا ومعك انت ومع مشروعك يلي عم تعليم، نشوفه انا وياك ونرجع بنكمل. بحياتي حملت كاميرا، يفضل انه يكون عندي كاميرا وبصير بشتغل عليها احسن ما اني بيع ورد واطلب من العالم ميت. شو قد ايه الكاميرا ممكن تغير لهم حياتهم للاولاد؟ اول شيء شو حسيتي اول ما اعطيتيهم الكاميرا وهيدي الاكسبيرينس؟ يعني اللي عم نشوفه بالصور وباللي انت عملتيه، ولا اي سفير لبناني او عربي للنوايا الحسنه ولا مره شفنا، يعني هيدي شو بتكلف؟ انه معلش شو بتكلف؟ الكاميرا؟ انه هيدا المشروع تنزلي انت تقضي نهار تاخدي هالولاد تعطيهم كاميرات وتقولي لهم يصوروا وتعلقيهم بشيء بالحياه، لانه هن ما بيعرفوا الا انه يبيعوا الورده او يعملوا هيدا الشيء. قد ايه تكلفته المشروع؟ 300 500 دولار 1000 دولار؟ مش كثير. ولا سفير نوايا حسني شفناه عمل ولا شيء من النوع؟ هلا اللي عملته انا ما كثير، انا اكثر بفكس بستعمل الكاميرا كطريقه لتشتغل على شخصيته للولد، يعني انا بالنسبه لي اوكي يمكن يطلع تالنت كثير حلوه وهذا شيء كثير حلو، بس بنفس الوقت بس تعلم الولد يصير عنده ثقه بنفسه، بس تعطيه قيمه لخياله وللاشياء اللي عم يبتكرها، هيدي بتاثر لبعدين لشخصيته كيف بده يكون بالمستقبل، كيف يمكن يفكر اصلا حسب شو بيصور وين بيروح بالكاميرا وكيف بياخذ الكادر، هيدي بتبين شخصيته، هيدا علم نفس. وبالمعرض انا هيدا كثير بركز عليه، بركز انه الاولاد يجوا العالم يقدرون على شغلهم، لانه هيدي بتكون التيبينج بوينت ليمكن الولد وين بده يروح بمستقبله، وبشوفها كثير من بعدين بعد ما خلص من الاولاد مثلا بافريقيا بيجيني مسج من ولد انه عمل فيسبوك بيج سماها باسمه فوتوغرافي. في عندي اتصال من جريتا حابه دغري كانت عم تحضر وانا بتعرفيها شيز الفولنتير، هي عم تقول متطوعه ايه بس حابه تطلع وتحكي، حتى بعتقد انه كمان عندها حماس وعندها مشروع بدها تحكي عنه. جريتا الو مساء الخير بونسوار بونسوار جريتا، انت تحمستي من وراء ساره على العمل التطوعي واشتغلتي معها بهذا الموضوع، خبريني عن تجربتك مع ساره ومع الاولاد اهم شيء. اوكي اول شيء بحب اوجه تحيه لساره وبقول انه الاكسبيرينس تبعي مع كابتشرينج نيفرلاند كانت افضل اكسبيرينس عشتها بحياتي. نعم اول شيء علمتني كثير قصص مثل التواضع مثل السامبليسيتي بالعيش، علمتني انه اعطي بلا مقابل، علمتني من قصص الاولاد كيف بيفكروا وكيف بيطلعوا على احلامهم كيف بيطلعوا على الغد تبعهم. نعم علموني انه عن جد فينا نحقق كل شيء بغض النظر عن كل اوضاعنا وكل مشاكلنا. طبعا يعني بيعلموك عن جد انك تفكر بعمق. نعم شكرا جريتا لك ولعملك التطوعي، نحن بدنا 100 و500 جريتا بلبنان، وبعتقد مشان هيك نحن وياكي على الهوا وهذا الهدف الاساسي. كمان في ويب سايت لكل اللي بحبوا يشتغلوا بهذا العمل التطوعي ويتواصلوا معك، لانه المطلوب من الكل انه نعمم هيدي الثقافه، يعني حتى مني انا لانه انا كمان وجباتي ما اني واقف هون بوجهك اني كمان خصص وقت معين لانزل معك لانه وجباتي، ولا بكون عم بحكي لحتى احكي، فوجباتنا كلنا انه نشجع اللبنانيه ونشجع المشاهدين انه يعملوا هيدا العمل، لانه رح نرسم الفرحة أولا، ثانيا رح نقول لهم للسياسيين بلا مصاري وبلا تمويل خارجي وبلا شيء بلا شيء بلا شيء، فينا نبلش من محل وبنقدر نعمل شيء. إذا الدولة بلبنان تخلت عنك، لأنه بتتخلى عن كثير ناس، بتتخلى عن ناس عندها مشاريع بعد أصغر من هيك بكثير، إذا تخلت عنك الجهات الرسمية
وما عندك الممولين او الاشخاص اللي تقدر تكملي مشروعك. انا ما عندي تمويل. بتملي بتزهقي. ما عندي تمويل من حيلا حدا سياسي او جمعيه. بحاجه اذا بدك تعملي شيء ستيب ثاني بعد الكابتشرينج نيفرلاند انك تعملي شيء. في كثير اوقات بس الواحد يوصل لياس انه ما عم يقدر ينفذ الشيء، بتحس انه يمكن لازم اوقف، بس ارجع شوف صور الاولاد وشوف شو عم بعمل، هيدا بيرجع بيولع. نعم. بس بنفس الوقت ابدا ما بحس في اعتمد على جمعيه كبيره او شيء يدعموني ماديا، لانه بيصير اكثر كوميرشال من ما انه شخصي. نعم. يعني انا هيدي الرساله اللي بحب اوصلها كمان مثل ما كنت عم تقول، بحب اكمل عليها للاولاد، نحن بنربى انه بمجتمع ما فينا نغير. نعم. بس انا بامن بانه مثل ما انا اثرت على جريتا او على ولد معين بالشارع بشخصيته، هيدي هي اللي بتقدر تكمل. والاعلام لازم يلعب دور، يعني هيدا دور الاعلام. انا بدي اختم قبل بس ما ننتقل لبريك، بدي مرق مساج كمان باللي حكيتيه. انا اول شيء بدي اتشكر مبادرتك الفرديه، بدي ادعي اي حدا بحب يساعدك، الويب سايت عم يمروا، اي حدا بحب يتطوع معك. وبدي اوجه مساج مهم جدا بهذا الملف قبل ما نطلع على البريك. اليوم المنظمات ان كان اليو ان او المنظمات العالميه او غيرها عندها بادجتس من نحن وصغار عليهم، ملايين الدولارات، اليونيسف غيره غيره غيره، ميزانيات ضخمه كثير بتقدر تحقق فيها يلي ما حدا منا بيقدر يحققه، ان كان بالمخيمات او مع هودي الاطفال. الاموال عم تجي عم تندفع للاولاد، عم تندفع للاجئين السوريين، عم نصرفها بلا بروجي، ما عم نعمل بلان، ما عم نعمل خطة، بينما هيدي المصاري فيها تنعمل لمشاريع ترجع بتطلع مصاري. أولا بيشتغلوا الأولاد بيتعلموا مهنة معينة، ثانيا ترجع بتعطي مردود مالي وبتقدر تأسس لمجتمع. يمكن ما بدي أقول أنا أحكي بالمثاليات، بس بتقلل كتير من الأطفال اللي منشوفهم بالشارع. برجع بحييك وبدعي كل اللي بيحضروا حكي جالس، لأنه بيشبهوني وبيشبهوك، أنهم ينخرطوا معك بالعمل التطوعي. وبدي قبل بريك على طريقتك بكلمتين تقليلون باسم الأولاد يلي شفناهم اليوم، كيف تقليلون يتطوعوا معنا للناس العميقة. للناس كيف يقدر فيني يلاقوني على الفيسبوك بيج. وبلبنان هلا عندي اكثر من مشروع مع اولاد بعيت الشعب، سبيشال نيد كيدز بعيت الشعب، وقريبا باكثر من منطقه، ففيهم بس يكونتاكت مي ودايركتلي فيهم يتطوعوا معنا بهالسهوله. يعني في كثير عالم عم تعمل اشياء بس وي نيد تو فايند ات. ساره خازم انا كثير بشكرك. بريك ومتابع حكي جالس.